نبدأ نشرتنا من العراق، إذ أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بانسحاب جميع الجماعات المسلحة من مدينة كركوك والإبقاء فقط على الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب التابعين للجيش. ونقلت وكالة رويترز عن قائد عسكري عراقي قوله إن قوات البشمركة عادت اليوم إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في يونيو حزيران من عام 2014، أي قبل اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لشمال العراق وغربيه. هذا وأعلنت القوات العراقية أنها تمكنت من فرض الأمن الكامل في كركوك بعد يومين من دخولها إليها. في هذه الأثناء أفادت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان بتعليق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل. معنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، الكثير من التطورات المتلاحقة، حدثنا لو سمحت أولا عن تفاصيل قرار العبادي بشأن انسحاب كل الجماعات المسلحة باستثناء الجيش. وائل، هذا القرار كان مخططا له قبل البدء بعملية إعادة انتشار القوات العراقية في كركوك وكذلك في شمالي محافظتي ديالى وكذلك صلاح الدين وصولا إلى محافظة الموصل. هذا القرار يريد من خلاله مكتب القائد العام للقوات المسلحة إرسال رسالة طمأنينة للأهالي بأن الجيش العراقي هو من يحكم سيطرته على المدن والبلدات والوحدات الإدارية في هذه المحافظات الثلاثة، وبأن أي فصيل مسلح ينتمي للحشد أو أي جهة أخرى، معلوم أن هنالك فصائل متعددة تنتمي للحشد، بعضها عشائري وبعضها من الطائفة الشيعية، وهنالك أخيرا الحشد التركماني الذي شارك القوات العراقية في معارك متعددة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة سواء في تل العفر أو المناطق المحيطة بها. بالتالي هذا القرار جاء بعد إكمال القوات العراقية التي بلغ عديدها أكثر من 40,000 من العناصر التي تنتمي إلى مختلف الصنوف والتي انتشرت في عموم مدن وبلدات كركوك مرورا بديالة إلى الشرق ثم الموصل شمالا. بالتالي هذه المدن التي بلغ عددها 28 تحتاج إلى وحدات إضافية من الجيش العراقي والتي سيتم استقدامها من المحافظات 14 التي تتوزع فيها هذه الوحدات، وبالتالي لا بد من أخذ وقت لتأمين هذه المناطق ثم إرسال هذه الوحدات تباعا. الانسحاب سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، يبدأ هذا الانسحاب وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب والتي ستتوجه إلى الشريط الحدودي مع الجارة سوريا للبدء بآخر العمليات العسكرية في القائم لإنهاء وجود ما يعرف بتنظيم الدولة. إليك وائل. طارق، هل هذا يعني أنه لم تعد هناك أراضي متنازع عليها بين العراق وكردستان، كلها عادت إلى سيادة الحكومة المركزية؟ التصريحات وائل التي صدرت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي تؤكد بأن القوات العراقية قد أكملت إعادة انتشارها في كل المناطق والمدن والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة الكردية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي تحديدا الأعوام عام 2014 و2015 ثم 16. هذه المواقع أخلتها القوات العراقية بعد انسحاب الجيش العراقي بعد غزو ما يعرف بتنظيم الدولة، وبالتالي كل المدن والبلدات التي كانت تخضع لسيطرة قوات البيشمركة عادت إلى سيطرة القوات الاتحادية، لكن هذه العودة مشروطة لأن بعض القوات العراقية لم تنتشر بشكل كامل، بالتالي هنالك نية للقوات العراقية لإعادة انتشارها مرة أخرى واستبدال الوحدات والفصائل والصنوف المتواجدة حاليا لأن بعضها قتالي وبعضها ينتمي للحشد، بالتالي لا بد من استبدال بقوات من الجيش العراقي الذي يمتلك 16 فرقة عسكرية مدربة ومدرعة ومشات، وبالتالي سيتم الاعتماد عليها خلال الأسابيع المقبلة لبسط سيطرة الجيش تحديدا على كل هذه المدن والبلدات 28. طيب طارق، ماذا عن قرار مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان بتعليق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل؟ ما وراء هذا القرار برأيك، وكيف سيتحول بناء عليه المشهد السياسي في كردستان؟
هذه نتيجة أو واحدة من تبعات إصرار إدارة إقليم كردستان العراق على المضي بموضوع الاستفتاء ونتائجه، استفتاء تقرير المصير كما يسميه الأكراد، ثم الإصرار على موضوع المضي بهذا المشروع، موضوع الانفصال عن العراق؟ هذه التبعات أو هذه الفاتورة المكلفة دفعتها حكومة إقليم كردستان العراق، وكانت النتائج خسارة المدن والبلدات التي يطلق عليها في الدستور العراقي المتنازع عليها، وعددها كما ذكرت 28. هذه الخسارة الجغرافية والخسارة المعنوية التي تسببت بها قطع العلاقة مع بغداد، ثم الإجراءات العقابية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتي طالت حتى قطاع السياحة، تسببت بانشراخ أو انقسام واضح داخل البيت الكردي الذي انقسم إلى معسكرين لدودين، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية، التي فضلت الانصياع لقرارات الحكومة الاتحادية وكذلك البرلمان العراقي، وبالتالي لم يجد الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق سوى اللجوء إلى تأجيل أو تعليق الانتخابات إلى أجل غير مسمى في محاولة لحلحلة الأزمة داخل البيت الكردي الذي يعاني من انقسام واضح قسمه إلى معسكر مؤيد لبغداد وآخر معادي لبغداد. طارق ماهر في بغداد، شكرا جزيلا.